ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت أحمد عياش الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك معنا عبر شاشة الغد. ملفات كثيرة على الساحة اللبنانية، ولكن سأبدأ معك من استدعاء جعجع. كيف تقرأ هذا الاستدعاء، وهل سيمثل جعجع أمام القضاء غدا أو أن الأمر مستبعد؟ مساء الخير سيدتي الكريمة. أعتقد أن الدكتور جعجع لم ينسب أمام القضاء، بل على العكس تحركت يعني الأمور قضائيا بمذكرة للنواب يعني ومحامين هم ينتمون إلى حزب القوات اللبنانية من أجل رفض دعوة المثير أمام المحقق العسكري، باعتبار أن هناك حسب ما قدم في هذه المذكرة أن هناك مخالفات بالدستور لم يقرن من رئيس الإجراء، وبالتالي الأمر يأخذ اليوم يعني اتجاها آخر. لم يكن هناك من دستور، ولكن هناك من مراجعات. أما القاضي أو يعني المفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الذي أصدر المذكرة يعني دعوة حزب القوات اللبنانية للمسؤول بإبداء شهادته، قد تم تغييره واتيان بقاضي آخر يتكلم يعني هذه المهمة، مما يعني أننا نتحدث عن مرحلة أصبحت يعني هي خلفنا، وبالتالي لابد من العودة إلى إطار آخر، وهذا ما سيحدث في الأيام المقبلة. ودعيني أقول لك أن الأمر ليس فقط على المستوى القضائي، ولكن هناك تحرك ربما جديد بالاهتمام قام به البطريرك المرومي شهر الراعي اليوم، وذهب الى مرجعيه الثلاثه رئيس الجمهوريه ورئيس النواب ورئيس الحكومه من اجل هذا الموضوع بالذات، من اجل ايجاد طريقه للمعالجه لا تخرج عن اطار ما يجب ان يكون عليه الامر فيما يتعلق بالقوانين. هذا امر انا اعتقد اننا يعني كاننا نذهب من هذه المرحله، مرحله وصول الدكتور جعجع امام القضاء لناخذ الامور في الاتجاه الاخر. وهناك حديث يطول حول لماذا تنتهج الامور في هذا الاتجاه، باعتبار هناك شعور بان هناك يعني نوع من الاستنكاريه في توجيه المذكره التي وجهت الى الدكتور جعجع، بمعنى ان يعني الامر يتعلق حسب ادارة توصيفه عند قسم كبير من اللبنانيين ان هناك ملاحقه او متابعه مع الضحايا، ولكن من هم يعني يعتبروا جونات او الذين هم ذهبوا الى هذه المشاكل في الرابع عشر من الشهر الجاري لا يساعدهم احد. اما ان هناك يعني كم كبير من الافلام والتسجيلات والمقاطع التي تشير الى ان هناك طريق اخر ذهب محمد السلاح واطلق النار. اذا نحن امام مرحله مختلفه عما نحن عليه اليوم. طيب، مصادر لبنانية تحدثت أن البطريرك الراعي تلقى وعودا من الرئيس بري بحل قضية البيطار، يعني بما أنك ذكرت زيارة الراعي التي يقوم أو جولة الراعي اليوم، هل من حل موجود اليوم لعدم المقايضة بين أحداث الطيونة وانفجار مرفأ بيروت؟ طبعا هذا هو بيت القصيد، لان يعني كل هذه الاحداث التي تتحدث اليوم في لبنان تنطلق من خلفيه التحقيق القضائي في قضيه انفجار المرفأ. نحن نعلم ان هذه القضيه التي مضى عليها اكثر من سنه واصبحت قضيه يعني شاغله للراي العام، سيما في ظل المحقق العدلي الحالي القاضي طارق البيطار الذي يتولى القضيه واثار الجدل من خلال الاستعاءات التي واجهها الى رئيس الحكومه السابق والى عدد من الوزراء السابقين ايضا، وقيل الكثير ايضا عن تمييز ما بين يعني موقع رسمي وموقع رسمي اخر. نحن امام معضله في هذا الاتجاه، لكن على كل حال القرار اتخذ بان التحقيق القضائي في العلاقه بالمثل سيجي قدما، ويجب ان يختلط باي ملف اخر ولا سيما ملف الاحداث الاخيره التي حصلت في الرابع عشر من الشهر الجاري. اذا نحن امام يعني هذا هو الجهد المبذول،
أن يمضي بضعي في قضية المرسى حتى يصل إلى نهاياته، وربما سيصل إلى نهاياته في وقت قريب حسب ما صدر يعني هذا القرار القضائي على مستوى مجلس القضاء الأعلى. وصلت الصورة من بيروت أحمد عياش الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.